انا رايح باوري عشان اتاكد ان مايكل سويس اللي مخنوقه في امان. فهماني؟ في امان. ما كنتش هعمل كده. السمور الفاضي صرحت بانك ما تتدخلش في شغلها. طيب هتعمل ايه يعني؟ هتقتلني؟ بصراحة ممكن ممكن لا. احنا جاهزين لك يا دكتور مايكلز. هو ده ديفلز بريث؟ اسمها GR27. بس يبقى خلي بالك اوعى تقع في ايد غلط. ما تقلقش، احنا الافضل في العالم. بقيت حاسس بتحسن. كود 381، الطرد بيتحرك. من هنا يا دكتور مايكلز. ايه القرف ده؟ أهلا بيك يا دكتور. ابعد عني، هنتولى ده. أيوه أنا متأكد. يوري انا هطارد مارتن لي، حاسس ان معاه دكتور مايكلز وكمان ديفلز بريث. عالم، الدوريات في طريقها لي. مايكلز لسه عايش ودي حاجه كويسه. اكيد هيخليه يعمل تاني من ديفلز بريث، متاكد. انا لازم اوقف العربيه دي او المدرعه ايا كان. بس انا مش موافق على موضوع ضرب صواريخ في منهاتن. لازم اخرج الرجاله من العربيات قبل ما امسكهم. يوم الحساب قرب، يوم الحساب قرب والمذنبين هيتعاقبوا. ليه؟ اديني ده.
عشان أكون صادق، كنت بتمنى أجيبك هنا. قدراتي قدرت تمنحني الإقناع. كنت براقبك، كنت مستنيك في مبنى البلدية، بس أنت ما جيتش. كنت فين؟ هو ده حقيقي ولا بيتهيألي؟ ناس كتير تموت من غير ما ينقذهم بطل. الضابط ده أنقص حياتك، مش كده؟ ده كان هنا عشانك. نورمان كان عايز يستغله وما استفادش منه في النهاية. وكان فين نورمان وسط كل ده؟ هرب بعيد زي الفران. كان عارف اللي هيحصل ومع ذلك هرب. نورمان بيخرف في المدينة زي السرطان، لازم نستأصله ونسد الطريق على فساده انه يرجع. نورمان مستخبي ورا وشه المزيف. انا هشيل الوش ده وافضحه قدام الكل. البس القناع تبقى واحد مننا. شكراً، بس ما فيش داعي. مهما عمل يثيرك تنضم لي. كل الناس اللي خسرتها الضحايا الأبرياء اللي ما قدرتش تنقذهم. مارتن، إيدك مليانة بدمهم. تقدر توقف أورثر. عندك قوة هينة وأنا هديك الإرادة. قصصهم بقت أكوام وانت ما عملتش حاجة. مش هقدر أنقذ الكل. ايه فايدة الحياة الواحدة؟ صحة بسيطة، حياة واحدة فضى أرواح المدينة. انت بتدافع عن أوسبورن وهو قاعد في برج العالي. ده أكيد مش حقيقي. وريني قوتك الحقيقية. يا مارتن.
لا قد ايه جدا. انت راجل محبوب. فين المصل؟ اختفى. دي ديسكويا. فاكر نفسك البطل الخارق؟ فاكر انك بتنقذ الناس لكن انت بتبوظ الدنيا. دي غلطتك انت. غلطتي؟ كان تحت حمايتك انت. انت عايز اتنين فعلا؟ استنى، لازم نبلغ اوزبورن حالا. هروح معها. شكرا، انا هفتكر ده.